استمع إلى صوت شباب الصعيد وعروس الصعيد الشاعر جميل جمال أبو صخرة. اسمح لك تدخل جوايا، افتح شبابيك للعقل وقلبك الابيض، امسح كل حكاوي الحزن الشطاره وتعد لي حكاوي زمان، ايام ما كنا بنغطس وسط تراب غنمات الحاج امام، ونفك اقبال الفرحه ونطير فوق الكون، نقفز في جدار وبيوت وحارات، وتعشي جوانا حكايات ستي عن خاتم سليمان وعصايا الجود. كنا بنصحى على صوفة بيضة جار القنبجرة والناموسة، وراكب على ظهر حمارة كبيرة، وهو بيتمتم بكلام البسطة يا فتاح العين، وانا متعفنا من حرف الميم اللي خانقني ومزهق مني الاستاذ، وريحة لمبة جاز معشورة جوا شبوك الحوش، اياك تدخل جواه بالليل من غير ما تحط اللمبة في عين الخوف، وعمك عبد عاطي ما بيعرفش ندان كسوف، وهو بينادى على البطيخ والطرة ساعة ما بتنزل على كف الجيل، وضحكة كل الصبيان بترن واحنا بنغم في عين بكار، ونفرح لما بنسمع صوت جرار الحج علشان نتشعبط في المقطورة، وفرحة أمي بالصورة اللي واحد قالها وهي بتنشر في صوص الثوم، وقبل النوم بساعات كنا بنتلم اخوات في البيت، مكتوب على حيط حرفين من اسمي اياك تمسحه من بعد ما اموت، ما انا حتما هيجيني اليوم اللي اغمض عيني وانام وما احسش حتى بألم الصوت اللي بيبكيني وبيدعيلي ويكرهلي كل عرض. شكرا. شكرا للشيخ مكرم الاستاذ جمال ابو صبرا طرفين، لانه شرفنا من المنيا ولأنه لم يطل علينا حتى يتيح الفرصة لإخوتي من الشرف.